السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة وردات الفعل حول النقاط التي طرحتها حماس ردا على مقترحات محادثات باريس، في وقت يصر فيه رئيس حكومة الاحتلال على استمرار الحرب وارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين في غزة. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ زياد المنسجد، وكذلك معنا من سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ إسلام حلايقة، وسينضم إلينا من الضفة الغربية أيضا الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد السلام عواد. فاصل قصير ونبدأ معكم ومع ضيوفنا الكرام هذه التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين في اليوم 25 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. نبدأ مع الأستاذ إسلام حلايقة، السلام عليكم. سلام، حياكم الله. ماذا يعني سحب الكتيبة 8410 من معارك غزة؟ إلى أي مدى يمكن ربط هذا الحدث بالحدث السياسي الموازي وهي المحادثات التي يعني رشحت من محادثات باريس؟ الحقيقة أنها مسلسل بمعنى هذه ليست أول عملية انسحاب، وإنما في الشهر الأخير وفي الأسابيع الأربع الأخيرة شهدنا عدد من الانسحابات، عدد من الألوية انسحبت من مناطق شمال قطاع غزة، وحتى بعض الألوية انسحبت من مناطق جنوب قطاع غزة بمنطقة خان يونس وما إلى ذلك. وبالتالي فإن هذا الانسحاب يفسر على أنه مزيد من الفشل، مزيد من الإفلاس، مزيد من التقهقر في ظل عدم تمكن الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أي هدف على الإطلاق. ربما في حروب سابقة تمكن من تحقيق بعض الأهداف، أما في هذا الحرب فلم يتمكن من تحقيق أي هدف على الإطلاق من كل أهدافه التي رفعها. لا هو تمكن من استعادة الأسرى، ولا تمكن من القضاء على المقاومة، ولا تمكن من تهجير الناس إلى سيناء، ولا تمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه، ولا حتى يعني صياد رؤوس المقاومة كما كان يصفه في وسائل. وبالتالي فهذا الانسحاب حقيقة بعدما أثخن الاحتلال في عدد القتلى والجرحى وتحمل خسائر باهظة، بعض التقارير تشير إلى أنها 60 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية، وهذا رقم يعجز العقل عن تصوره، يعني العقل الضئيل عن تصوره. خسائر لم تخسرها إسرائيل طوال 75 عاما من صراعها مع العالم العربي ومع الفلسطينيين. هل يمكن أن نفهم سحب الكتيبة المدفعية هذه بربما زيادة القصف الجوي أو البحري على قطاع غزة؟ يعني العدوان، شرس العدوان لم ينتهي، لكن في نفس الوقت حقيقة الخسائر التي تكبدها الاحتلال ليست بسيطة على مستوى الاقتصادي. هؤلاء الجنود والألوية التي تم سحبها، هناك عدد كبير جدا من الجنود الاحتياط فيها، وهؤلاء مهندسون وأطباء ومزارعون وفنيون وما إلى ذلك، وبالتالي الخسائر حقيقة خسائر كبيرة. هناك بالفعل عدوان شرس مستمر وسيستمر بما لا يتكبد الاحتلال، لكن حتى الطيران لو قلنا القصف الجوي أيضا هذا مكلف، وهذا يعني تقدر تكلفة الحرب اليومية على الاحتلال حوالي 250 مليون دولار، وبعض التقارير تشير إلى، طبعا هذه خسائر مباشرة، بعض التقارير تشير إلى ضعف هذا الرقم حسبنا الخسائر على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمطارات والسياحة وما إلى ذلك. طيب نشرك معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد السلام عواد الكاتب والصحفي الفلسطيني. السلام عليكم أستاذ عبد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إلى أي مدى يرى الفلسطينيون أن ملحق الورقة التي قدمتها حماس تحتوي على مسارات مهمة قد تنتهي بصفقة تبادل نوعية تنهي معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون لعشرات السنين داخل سجون الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن هذه المسارات وهذه المعطيات التي قدمتها حماس لصفقة التبادل أو رؤيتها لهذا الاتفاق أو الاتفاق الإطار المقترح، باعتقادي أنها لاقت ارتياح كبير جدا في الشارع الفلسطيني لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن المقاومة وعلى رأسها كتاب القسام قدمت نموذجا كبيرا ولا زالت تقدم هذا النموذج،
وقدمت يعني مقاومة كبيرة ونماذج كبيرة جدا في الصمود والتضحية والضربات الكبيرة جدا للاحتلال الإسرائيلي، هذا أعطاها ورقة قوة أمام الشعب الفلسطيني أولا، وأمام العالم العربي والإسلامي والعالم بشكل عام أمامهم عندما رأوا مثل هذه الضربات ومثل هذا الصمود الذي قدمته أمام الاحتلال، وهذا الفشل وهذا التراجع الكبير والخسائر التي مني بها الاحتلال جراء هذه الضربات الكبيرة من المقاومة. نعم. هذا أولا. ثم ثانيا، ما طرح في هذه الورقة حقيقة يلبي الكثير من تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون، وعلى رأسهم المؤبدات الذين منهم من مضى عليه 40 عاما أو 30 أو 30 عاما. نعم. أو أكثر. فبالتالي هذه القضايا وهذه المسارات وكذلك موضوع المسجد الأقصى هو من المواضيع المهمة جدا الذي كان هو عنوان هذه الحرب طوفان الأقصى، وبعض القضايا الأخرى باعتقادي هذه قضايا كبيرة ومهمة جدا لاقت ارتياحا من الشعب الفلسطيني، بل بالعكس لاقت دعم كبير من أبناء الشعب الفلسطيني ومتابعة ودعم لهذه المطالب، لأنها حقيقة يعني هي عبارة عن مطالب وقضايا حساسة ومهمة، قضية المسجد. نعم. الأقصى، قضية استيطان، قضية المعتقلين الذين مضى عليهم سنوات كثيرة جدا في سجون الاحتلال، حتى إدخال المساعدات إلى غزة، يعني إدخال 500 شاحنة في اليوم أيضا كان من ضمن الشروط. طبعا هذا الأمر، موضوع المساعدات هو من المواضيع المهمة جدا عندما نتحدث عن إدخال كرفانات تؤوي النازحين أو تؤوي الذين هدمت بيوتهم أو منازلهم أو هجروا، هذا أمر أيضا وخصوصا لأهلنا في قطاع غزة أمر مهم جدا جدا في ظل ونحن في موسم الشتاء ونحن على أبواب لا يوجد مأوى ولا يوجد بيوت بعد أن دمرها الاحتلال في على رؤوس ساكنيها، وفقدت الكثير من البيوت والمنازل التي كانت تؤويهم. وبالتالي موضوع المساعدات، عدد الشاحنات، عدد الكرفانات والخيام التي تؤوي هؤلاء له دور كبير جدا. وبالذلك عندما نسمع الكثير من الأهالي في قطاع غزة يقولون بأننا نحن مع المقاومة ونشجع المقاومة ونشد على يد، لأنهم يعرفون أنها تقدم وتدافع وتسعى لخدمتهم وتسعى لتقديم كل ما يلبي حاجاتهم ورغباتهم من المأوى ومن المساعدات ومن الطعام والشراب وغير ذلك. ولكن أستاذ عبد السلام، يعني ألا ترى أن المقترحات أو المطالب التي قدمتها حماس من الاستيطان إلى وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى وإدخال المساعدات وكذلك الأسرى والمعتقلين تنسف ربما كل خطط الاحتلال لعشرات السنين بالتوسع بالاستيطان وكذلك بالاعتداء على الأقصى، ما الورقة التي تملكها حماس حتى تفرض بها هذه الشروط؟ الآن لو سألنا أنفسنا أو سألنا بشكل مجرد وبشكل واضح، نعم، بعد مضي 125 يوم على هذه الحرب، نعم، هل حقق الاحتلال أهداف هذه الحرب التي سعى من أول يوم إلى تحقيقها، إعادة المختطفين أو تدمير حماس؟ كل يوم نرى أن الأهداف تتغير، اللغة تتغير، اللهجة تتغير. وإذا أردنا الإجابة بشكل مجرد فإن المقاومة هي المنتصرة، يد المقاومة هي العليا، المقاومة بشكل مريح، هي بخير، هي بشكل مرتاح جدا. وبالتالي تملك المقاومة عدة أوراق، أول هذه الأوراق أنها إذا تحدثنا عن الانتصار، إن لو نظرنا إلى الجانب المدني الذي قام به الاحتلال من تدمير وقتل هو عبارة عن انتقام لأنه فشل عسكريا يريد أن ينتقم من المدنيين. نعم. فلذلك المقاومة منتصرة، هذه أول ورقة، الانتصار والضربات الكبيرة جدا والتقدم الكبير جدا للمقاومة على الأرض، أول هذه الأوراق. ثم ثاني أوراق المقاومة المختطفون أو العسكريون الذين لدى المقاومة والأسرى من جنود الاحتلال وغيرهم، هذه إحدى الورقات الكبيرة والطاغطة جدا على الاحتلال، لأن الاحتلال يعاني من أمرين، أولا خسارة على الأرض، ثم جبهة داخلية ممزقة تسعى كل يوم في مظاهرات للمطالبة بإعادة المخطوفين إلى ديارهم وإلى بيوتهم، وبالتالي هو في أزمة كبيرة جدا، والمقاومة في راحة أكبر إذا تجنبنا موضوع المدنيين وهو حقيقة الأمر مهم جدا وكبير. فلذلك هذه الورقة الأولى التقدم، الورقة الثانية الأسرى، الورقة الثالثة أن الشعوب العربية والإسلامية كلها تدعم وتقف، والشعب الفلسطيني بشكل خاص يدعم ويقف إلى جانب المقاومة في هذه المطالب. أيضا نرحب في هذه الساعة بالأستاذ زياد المنجد، الكاتب والباحث السياسي، معنا من لندن. السلام عليكم أستاذ زياد. تحياتي لك والنصر لأهلنا في غزة.
آمين، شكرا لكم. كيف تقرؤون رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ إلى أي مدى تبدو أمريكا مهتمة بمقترح باريس على الرغم أنها لم ترحب بكل ما طلبت به حماس ومفردات يعني حماس حول صفقة التبادل؟ لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت معركة طوفان الأقصى كانت تجقف بقوة إلى جانب الكيان الصهيوني، وهي اعتبرت أن المقاومة الفلسطينية جردت الإسرائيليين من إنسانيتهم عندما بدأت هذه المعركة. ويعني عندما طالت المعركة ولم يستطع الكيان الصهيوني تحقيق أهدافه وتكبد خسائر فادحة، إضافة إلى الضحايا الكثر من المدنيين وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، نعم، كان لابد للولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تأخذ موقفا مغايرا نوعا ما، وهو موقف قد لا يتماشى مع موقفها الداخلي، ولكن مضطرة إلى أن تظهر أمام العالم أنها يعني مع وقف إطلاق النار. هذا الموقف إلى الآن يعني يبدو أنه يتماشى مع المصلحة العامة في المنطقة، هو يعني حذر نتنياهو من وحكومته من أن تفعل أفعال تؤجج التوترات، ولا يعني ولا أدري ما هي الأفعال. هو يقتل، نتنياهو يقتل يوميا، يدمر يوميا ويشرد يوميا، يعني هل هنالك أفعال أكثر من هذه الأفعال تؤجج التوترات؟ ولكن في تصريحه الأخير يعني قال كلاما مهما أن إسرائيل لا تملك ترخيصا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم، وهذا يعني كلام جميل لو أنه يعني بدأ منذ البداية ولكن جاء متأخرا، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي نهائيا. إذن لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تقف مع المصلحة العامة، مع حقوق الإنسان الذي تنادي به وتدعي أنها مع حقوق الإنسان، وهنالك طرف صهيوني يقتل ويدمر ويمارس كل جريمة الإبادة البشرية، فمضطرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تقف هذا الموقف. هل ترى أنها إنسانيا تريد إيقاف النار من أجل المواطنين في غزة والبنى التحتية كما ذكرت، أم أنها يعني تريد أن تحدد الدعم العسكري والمادي المالي الذي يعني بدأت أو مستمرة في يعني متواصلة مع إسرائيل في دعمها؟ بداية السؤال لم أسمعه جيدا، يعني هل الصوت فيه صدى ولذلك لا يصلني بشكل جيد، لو تعد لي السؤال. يعني هل أمريكا تريد إيقاف إطلاق النار على غزة من أجل الوضع الإنساني أم من أجل إيقاف أو تقليل المساعدات العسكرية والمادية للكيان؟ هي تريد وقف إطلاق النار لأنه من طرفين. أولا كما قلت لك أمام العالم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مدانة بدعمها للكيان الصهيوني الذي يرتكب مجازر بحق المدنيين، وهناك محكمة أدانت أعمال محكمة دولية، محكمة العدل الدولية أدانت يعني الكيان الصهيوني لارتكابه مجازر. إذن هنالك موقف دولي يدين هذه المجازر، والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، ولذلك فهي تريد وقف إطلاق النار أو لسببين، لأن العالم أصبح كله مهتما ويدين هذه المجازر، والشكل الثاني لا ننسى أن الكيان الصهيوني في وضعه قبل 7 أكتوبر ليس في وضع كما هو وضعه قبل 7 أكتوبر. الكيان الصهيوني الآن يعيش مناقصات حقيقية، هنالك أزمة اقتصادية، مليارات أكثر من 60-70 مليار دولار هي يعني الخسائر التي تكبدها الكيان الصهيوني من أجل هذه المعركة، وهنالك يعني توترات اجتماعية، هنالك أهالي الأسرى الذين يطالبون ب يعني فك قيود أسراهم، نعم، إضافة إلى
أن هنالك هجرة بدأت من الكيان الصهيوني إلى خارج الكيان الصهيوني. إذن مجمل الأمور تدعو الكيان تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعوة الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار. نعم أستاذ إسلام، من هذه النقطة الهجرة من الكيان إضافة إلى وضع اقتصادي بدأ ينهار داخل الكيان، قلتم أن يعني تكلفة الحرب وصلت إلى 60 مليار والمبلغ كبير جدا ب 125 يوم، كذلك 250 مليون دولار تكلفة ربما مبدئية ليوم الحرب على غزة، بالتالي كم ستستطيع أمريكا والدول الغربية استمرار دعمها للكيان الصهيوني رغم أنه كما شاهدنا لم يحقق أي من الأهداف؟ بالتالي هل هناك نقطة نهاية لهذا الدعم؟ لأنه أيضا الدول الغربية ذاتها عانت من أزمات اقتصادية. الحقيقة أن لدى الولايات المتحدة والمحور الغربي بشكل عام ملفات أهم وأكبر بكثير من موضوع إسرائيل ومن موضوع أزمة الشرق الأوسط. لديهم الوحش الروسي في تصنيفاتهم او حسب تسمياتهم، لديهم الصين الصاعده كالصاروخ والتي تشكل تهديدا حقيقه كبيرا للنفوذ الامريكي ليس فقط في منطقتها بل وفي العالم اجمع، ما تستحوذ على مناطق امريكيه. وبالتالي تريد الولايات المتحده ان تنتهي الحرب هذه اليوم قبل امس حقيقه، اضافه الى التكلفه الماليه المذهله حقيقه. يعني الولايات المتحده صرفت 14 مليار دولار وأرسلت مئات الطائرات المحملة بالأسلحة وأرسلت آلاف الجنود من فرقة دلتا وغيرهم، وهذه حقيقة تكاليف مذهلة تحملت الولايات المتحدة جزءا كبيرا منها حقيقة. لهذا السبب فإن الدافع الاقتصادي والدافع المالي يشكل حقيقة يعني أحد الضوابط الأساسية التي تدعو إلى وقف إطلاق الحرب، إضافة إلى ما تفضل به الضيف الكريم من لندن موضوع المسؤولية الإنسانية. الآن الولايات المتحدة في مرمى الاتهام حقيقة، الولايات المتحدة ليست فقط مجرد داعم وإنما شريك أساسي في هذه الحرب، بمعنى عندما كانت الحرب الأوكرانية الروسية كانت أنظار العالم كله ملتفتة نحو أوكرانيا، اليوم لا أحد يذكر أوكرانيا. بمعنى أشغلت إسرائيل العالم أجمع عن حربه الأساسية التي يفترض أن تكون حرب مع الاحتلال الروسي لأوكرانيا أو حرب مع الوحش الصيني بين قوسين، لتحولها إلى قضية صغيرة. إذا ما أضفت إليها عنصر الفشل الكبير أمام هذه الفئة الصغيرة المحاصرة التي تقدر ببضعة آلاف والتي تحاصر من البحر والبر والجو والتي يعني يخذلها حتى إخوانها العرب، هذا شيء أسطوري لا يمكن للعقل البشري أن يصدقه. بمعنى في حسابات 1+1=2 في مسألة غزة لا تنطبق، بمعنى أرض مكشوفة، أرض ساقطة عسكريا، بلد محاصر لا يجد أهله ما يسد رقبهم حتى من الماء الصالح لا نقول الطعام، ومع ذلك يعني يتقهقر هذا المشروع ويفشل أمام ضربات المقاومة وصمودها الأسطوري. فبالتالي كل هذه عوامل إذا ركبناها مع بعضها البعض تسهم في يعني إفشال المشروع الاحتلالي من هذه الحرب والأهداف المعلنة، وبالتالي تسارع أو تدفع نحو المصارعة في إنهاء هذه الحرب. ولكن بالمقابل كيف تقيمون حالة نتنياهو بعد رد حماس على مقترح اجتماع باريس؟ لماذا كل هذا الانفعال من نتنياهو في خطابه على مقترحات حماس أو على رد حماس؟ سؤال جميل حقيقة. صديقي نتنياهو الآن بين مأزقين أو بين خيارين أحلاهما مر. الخيار الأول أن يوقف الحرب، وبالتالي التيار المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذي يمثله بن كفير وسموتريش وغيرهم من المتطرفين يهدد بسقوط الحكومة، وسقوط الحكومة تعني بالضرورة أن هذا المجرم الأشر أنه سيذهب إلى السجن، لأن عليه الكثير من قضايا الفساد ولاحقه الكثير من القضايا في المحاكم ومن قبل الشرطة وما إلى ذلك. هذا الخيار الأول إذا ما أوقف الحرب. الخيار الثاني عدم إيقاف الحرب معناه بالضرورة أنه ضد مصالح ذوي الأسرى، ضد الشارع الإسرائيلي المنادي الآن يعني إجراء صفقة تبادل الأسرى، ضد محكمة العدل الدولية التي نادت بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسعى يعني تسارع نحو وقف إطلاق النار وحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين، وحتى ضد آيزنكوت وغانتس وهم شركائه في الحكومة في مجلس الحرب تحديدا. فعدم الموافقة على الصفقة ووقف إطلاق النار هو ضدهم، بمعنى إما إلى السجن
وتفكك الحكومه ثم السجن، واما ان يقف امام العالم وامام اتفاق باريس او مقترح باريس وامام محكمه دوليه ويواجه ايضا شركائه في مجلس الحرب جانس وايزن كوتو. بالتالي هو امام خيارين احلاهما مر، رجل لديه هوس، لديه جنون العظمه، يسعى الى ان يكون الرجل الثاني بعد او الثالث بعد هرتزل وبن غوريون، وان يكون نتنياهو هو الشخصيه الثالثه، فاذا به يلقى بالسجن. اي شخص مسؤول يتصور هذا التصور سيودي به الى الجنون. انا اسعى الى ان اكون بطل قومي والرجل الثالث في اسرائيل، واذا بي تسقط حكومتي ويلقى به الى السجن. فبالتالي حقيقه هو امام خيارين احلاهما مر، وهو في مازق يعني لا يحسد عليه حقيقه. تمام استاذ عبد السلام، من هذه النقطه ايضا الى اين تاخذ نتنياهو وحكومته رفضه لوقف إطلاق النار، مع أنه أضحى ضرورة كما تؤكد المنظمات الأممية والدولية وكذلك حتى في الداخل المحتل اليوم هناك انقسام حول استمرار أو إيقاف الحرب، إلى أين تقود عنجهية وإصراره على إتمام والاستمرار بالحرب؟ كما ذكر ضيفك الكريم، يعني حقيقة نتنياهو في ليس في مأزق واحد بل في أزمة كبيرة جداً ستكون نهايتها على كل الأحوال إلى السجن. وبالتالي نتنياهو في هذا التعنت في موضوع إيقاف الحرب، في هذا التعنت في موضوع صفقة التبادل، في هذا التعنت في الاستمرار في الحرب، هو لم يحقق أي هدف، رغم أنه من اليوم الأول تحدث عن تحقيق الأهداف، إعادة المخطوفين. دخلنا في الشهر الخامس ولم يتم إعادة أي مخطوف إلا من خلال اتفاق ومن خلال موافقة المقاومة على ذلك. وبالتالي هو يريد أن يجر المنطقة، يريد أن يجر هذا الكيان إلى دمار كبير وشامل في هذا التعنت. هو عبارة عن رجل لا يهمه إلا مصلحته الشخصية، لا يهمه إلا مستقبله السياسي، مع أنه يعلم والكيان يعلم أنه هذا المستقبل سيكون إلى الهاوية وإلى الكارثة. وبالتالي إذا استمر في هذا التعنت، المقاومة هي بخير كما ذكرت، مستمرة في ضرباتها، مستمرة في انتصاراتها، رغم هذا الكم الكبير من الدمار في المدنيين، هذا الذي يعتبر عبارة عن انتقام من هذا الاحتلال بالمدنيين نتيجة الخسائر الكبيرة التي يمنى بها كل يوم، وما هذه الفيديوهات التي تظهر وتخرج للإعلام بشكل يومي وبشكل كبير جدا إلا خير دليل على أن هذه المقاومة تسدد ضربات كبيرة جدا وتوقع نتنياهو وكل هذا الكيان في مآزق كثيرة جدا. فهم حتى الآن لم يقدموا أي إثبات أو دليل على ضرب أي من بنية المقاومة أو تسجيل أي انتصار يذكر في الأهداف التي تم ذكرها. وبالتالي هو سيقود هذا الكيان وهذا دولة الاحتلال إلى كارثة، إلى خسارة، إلى هزيمة كبيرة جدا. ولكن السؤال هنا، إلى أي مدى ستقود الصراعات والخلافات سواء داخل الحكومة، حكومة الاحتلال، أو بين المؤسسة السياسية والعسكرية؟ هل ربما أن تقود إلى أحداث أو قرارات مخالفة لما يريده نتنياهو؟ باعتقادي إذا رجعنا إلى الوراء قبل أحداث 7 أكتوبر، كان الشارع الإسرائيلي يهتز بشكل كبير جدا، كان تصدع كبير جدا من خلال المظاهرات التي كانت تخرج على خلفية التعديلات القضائية، وكاد الأمر أن يصل إلى المشادة أو إلى الضرب أو غير ذلك. وبالتالي في هذا الأمر وهو الأهم، وهو عبارة عن مصير من وجهة نظري مصير دولة ومصير وجود، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة جدا من الجميع. إذا استمر هذا الأمر باعتقادي ربما يصل إلى مواجهة سياسية أو مواجهة في الشارع بين المؤيدين والمعارضين، لأن هذا الأمر يتعلق بمصير دولة بين قوسين، دولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن أن يرتهن هذا المصير بقرارات شخص وحده أو بقرارات نتنياهو الذي لا يسعى إلى مكاسب شخصية ولا يسعى إلا إلى إعادة وإزاحة مخاطر دخوله إلى السجن عن نفسه. وبالتالي هو يريد تحقيق مكاسب شخصية ولا يهمه أي مكاسب للدولة أو للمجتمع الإسرائيلي. نعم، اسمحوا لنا مشاهدينا وضيوفنا الكرام أن نشاهد هذه المادة ثم نعود مع حضراتكم لتكملة هذه التغطية. We'll be right back.
من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. أستاذ زياد، يعني لو سألنا عن الغرب ومسؤوليته عن إنهاء العدوان وإيقاف إطلاق النار على غزة، رغم أن نتنياهو لغاية هذه اللحظة يرفض إيقاف إطلاق النار ويريد تحقيق كل الأهداف، إلى أي مدى بات الغرب معني بوقف إطلاق النار والضغط على حكومة الاحتلال؟ يعني الغرب منذ البداية ومنذ أن بدأت المعركة في 7 أكتوبر وقف مع الكيان الصهيوني وكله أدان يعني هذه العملية واعتبرها يعني خرقا أو قتلا للإنسان الإسرائيلي المسالم كما يدعون. والآن أمام 125 يوم من الجرائم المستمرة، وأصبحت جرائمه يعني على مرأى ومسمع العالم كله، ولذلك الغرب بدأ يفكر بتغيير مواقفه نتيجة الوضع الداخلي في الغرب. هنالك تظاهرات، هنالك يعني ألمانيا كانت تمنع أي تظاهرة لمؤيدة للفلسطينيين، بريطانيا، فرنسا، كلهم، ولكن الآن لم تستطع هذه الدول أن تقف بوجه شعوبها التي باتت يعني تقف ضد هذه الجرائم وتستنكرها. لذلك هنالك موقف داخلي لتلك الدول مغاير حتما لموقف الحكومات، وهذا يجبر هذه الحكومات التي هي تتماشى مع الكيان الصهيوني على تغيير موقفها، والطلب بشكل لبق من الكيان الصهيوني بأن يوقف هذه الجرائم. أما هو الغرب بشكل عام مع سياسة الكيان الصهيوني في قتل الفلسطينيين وفي تهجيرهم وفي استتباب أمن الكيان الصهيوني، لذلك هنالك أوضاع داخلية في الغرب فرضت على هذه الحكومات أن تعدل موقفها نوعا ما، وإذا ما استمرت هذه الجرائم حتما هنالك يعني ضغط شعبي في تلك الدول، في الدول الغربية، سيؤثر على قرارات حكوماتها. نعم أستاذ إسلام، يعني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من الهجوم البري المحتمل للاحتلال على رفح بقطاع غزة. رفح تضيف الآن مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية التي نزحت من الشمال والوسط ووصلت إلى الجنوب على الحدود مع مصر. بالتالي السؤال هنا، ما الذي يريده الاحتلال إذا كان يريد خارطة الطريق وتهجير الفلسطينيين من الشمال، من شمال غزة إلى جنوبها؟ أضحى اليوم يستهدفهم في رفح، ما الذي يريده من الفلسطينيين؟ إبادة جماعية كاملة تامة؟ يعني هذا عدو شرس وقح، لا يعترف بأي قوانين لا إنسانية ولا غير إنسانية، ولا يلتزم حتى بقرار الدولية، وليس له عهد أو ذمة. عندما قال الناس من شمال قطاع غزة أن يتوجهوا إلى الوادي قصفهم في الوادي، وعندما قال لهم توجهوا إلى خان يونس قصفهم في خان يونس، وهو اليوم حتى يقصفهم في رفح. وبالتالي هذا عدو مجرم شرس لا يأبه لأي قوانين ولا إلى أي أخلاق، ولا يردعه رادع إلا القوة. وبالتالي يعني قد يقدم العدو بالفعل على مهاجمة منطقة رفح ومدينة رفح جنوب القطاع، وإحداث يعني مواصلة مسلسل الكارثة التي حدثت في خان يونس وفي غزة المدينة وفي بيت لاهيا وبيت حنون وما إلى ذلك. لكن لدي شعور وقد أكون صائبا فيه أن التلويح بعملية برية في رفح هي لتحسين شروط التفاوض. هذه من وجهة نظري، أعتقد أن الاحتلال قد لا يقدم على هذه الجريمة رغم أنه يعني لديه مسلسل حافل بالجرائم، وإنما بعد المقترح الباريسي أو المقترح في باريس قد يسعى إلى التلويح، وتحديدا على لسان وزير الدفاع يوآف جالانت أنه يلوح من أجل تحسين شروط التفاوض وممارسة مزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل التراجع عن بعض مطالبها، ولا سيما بعض المطالب المشرفة التي رأيناها حقيقة وهي مطالب عادلة ومنطقية، وأعتقد أن العالم جميعا يمكن أن يتبناها، وخاصة أنها مطالب مشروعة ومحققة. عندما على سبيل المثال العالم أجمع يطالب بالإفراج عن أسرى إسرائيليين، لماذا يتجاهل بشكل كامل الأسرى الفلسطينيين الذين
ربما تجاوز عددهم 10,000 في هذا اليوم. نعم. عندما تطالب بوقف القتل ووقف العدوان، وبالتالي أنت لديك مطالب مشروعة. عندما تطالب بوقف بإدخال المساعدات 60,000 بيت متنقل و 200,000 خيمة، هذه مطالب مشروعة لا أظن أن أحد في العالم ربما يعني يقبل على نفسه أن يغوص في مستنقع أخلاقي برفضها. طيب، يعني إذن هو يريد أن يقلل من سقف مقترحات أو طلبات حماس من أجل أن يتفق أو يصل الطرفين إلى نقاط مشتركة أو قبول. أنا شخصيا هكذا قرأت المشهد، أنه بالفعل قد يسعى إلى تحسين شروط التفاوض، رفع سقف المطالب الإسرائيلية وتقليل سقف المطالب الفلسطينية، وبالتالي يعني هي من باب المناورة. لا، هذا لا يعني أن الاحتلال مستحيل أن يقدم على هذه المجزرة. فمن مارس مئات أو آلاف المجازر، ربما 2,500 مجزرة منذ بداية الحرب، يعني لا يرف له جفن إن أراد أن يكمل هذه الحرب ويخوض في كوارث في جنوب قطاع غزة. طيب أستاذ عبد السلام، ملف الأسرى اليوم إلى أي مدى لا يزال يحتل الأولوية الرئيسية؟ كيف ستكون المرحلة الأولى من الاتفاق حاسمة ومهمة؟ وبرأيكم متى يمكن أن تبدأ؟ باعتقادي أن موضوع ملف الأسرى والطرح الذي قدمته حماس وفيه عدد من أسرى المؤبدات، باعتقادي هي ضربة كبيرة جدا وهو مطلب كبير جدا يدلل على نوايا الاحتلال في المضي قدما بمثل هذه الصفقات أو بمثل هذه الاتفاقيات. وبالتالي عندما أصرت على هذه المطالب وعلى رأسهم هؤلاء الأسرى والذين حكموا بسنوات ومئات المؤبدات، هي تريد أولا أن تثبت للشارع الفلسطيني بأننا هذه القضية على رأس أولوياتنا، وقضية المؤبدات على رأسهم أيضا، وأيضا تثبت للاحتلال بأنك أنت تطالب ببعض الأسرى الذين لم يمضي على وجودهم لدى الأسر عدة أشهر وأقمت الدنيا ولم تقعدها على بضعة أسرى، ونحن لدينا أسرى مؤبدات مضى عليهم سنوات عديدة جدا، عقود كبيرة جدا. وبالتالي هذا الملف هو من الملفات الكبيرة جدا التي تسعى حماس إلى تفكيكها وإلى حلها والانتهاء منها من خلال هذه الصفقة، التي ربما جزء كبير جدا من هذه الحرب كان من أجل هؤلاء الأسرى. وبالتالي إذا كان من أهداف الحرب التي خاضتها حماس المسجد الأقصى والأسرى، نعم، عناوين مهمة جدا، وبالتالي هو سيكون ملف كبير جدا ومن أهم الملفات في هذه القضية. وبالتالي ستصر حماس على إخراج الأسرى وستصر حماس على الأسماء الكبيرة جدا التي طرحتها. نعم أستاذ زياد، يعني منظمات إغاثية ودولية كثيرة تندد بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تعد جهة محورية في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. أيضا هناك 7 مليون فلسطيني مستفيد من الأونروا خارج الأراضي الفلسطينية، بالتالي إذا كانت الأونروا تشكل شريان الحياة للفلسطينيين، كيف يمكن قطعها على غزة؟ ربما هناك يعني ضغط من قبل إسرائيل، ولكن الذين هم خارج الأراضي المحتلة لماذا يتم قطع المساعدات عنهم؟ يعني هي عبارة عن محاولة منذ أن بدأت نكبة فلسطين، أنشئت منظمة الأنوروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وهي مستمرة منذ عام 1948 إلى يومنا هذا. و الكيان الصهيوني بسبب أنه اتهامه ل 12 موظف من الأنوروا ادعى أن هؤلاء الموظفين يعملون مع حماس، وهذا أدى إلى تعاطف الغرب، يعني دجلا وكذبا ونفاقا إلى تعاطف الغرب مع الكيان الصهيوني وقطع المساعدات عن الأنوروا. طبعا هو ليس سببا مقنعا، ولكن هم يريدون أن يضغطوا على الفلسطينيين داخل القطاع وخارج القطاع من أجل أن يضغط هؤلاء الفلسطينيون الذين ينتفعون بإغاثات الأنوروا على حماس وعلى القيادات الفلسطينية لكي تستسلم. هي محاولة من أجل استسلام الفلسطينيين داخل القطاع وخارج القطاع وإنهاء القضية الفلسطينية. نعم. وهذا أمر لن يدوم طويلا ولن يستمر طويلا، يعني هنالك وصمة عار على الدول الغربية وعلى أمريكا لقطعها الإغاثة عن اللاجئين الفلسطينيين وقطع المعونة عن الأنوروا. والولايات المتحدة الأمريكية أخيرا
قالت أنها ستبحث عن وكالات إغاثة أخرى من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين وتسلم ما كانت تسلمه للأنروا إلى هذه الوكالات. إذن هي تريد أن تصنع بدائل، ولكن هذه البدائل لا يمكن أن تقوم بعمل كما كانت تقوم بالأنروا، ولذلك لا أعتقد أن هذا الأمر سيطول. هو محاولة للضغط على الفلسطينيين لكي يضغطوا على قيادة المقاومة الفلسطينية لوقف الحرب مع الكيان الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية. هذا أمر لن يطول برأيي، وسوف يعاود الغرب وأمريكا مجبرا يعني تزويد الأنروا بالموارد المالية. طيب أستاذ إسلام، في ذات الوقت يعني وفق ما نشهد من أحداث بعد 125 يوم، ما السيناريوهات المتوقعة لنهاية هذه الحرب ولا سيما في الضفة الغربية وكذلك غلاف غزة؟ أعتقد صديقي أن ما بعد 7 أكتوبر وما بعد هذه المعركة سيكون مختلفا تماما عما كان قبلها بالمعنى الإيجابي. أعتقد أن ما كان يعني يتمتع به الاحتلال صلف ومن يعني تبجح في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك من انتهاك لكل القوانين، من إهمال كامل القضية الفلسطينية. آخر ورقة رفعها، صورة رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة وفي عدد من المحافل لخريطة الشرق الأوسط لم يكن فيها لا الضفة الغربية ولا قطاع غزة، فهو قد أسقط القضية الفلسطينية من حساباته، وقد ظنت إسرائيل بأنها قد تجاوزت هذه القضية والتفت على الفلسطينيين من خلال مسلسل التطبيع مع العرب الذي بدأ في عدد من دول الخليج، مع الأسف الشديد طال عدد من الدول ودول أخرى كانت على الطريق. لهذا السبب أعتقد أن ما بعد هذا الحرب قد خلط الأوراق وقد يعني أسهم في إحداث تغييرات جوهرية فيما يتعلق بشكل الصراع مع الاحتلال. لن يقبل الشعب الفلسطيني باستمرار الحصار على قطاع غزة، لن يقبل الفلسطينيون باستمرار التعدي والانتهاك لحرمات المسجد الأقصى المبارك. نحن نتحدث في ما قبل 7 أكتوبر كان يمر أحيانا بالأسبوع بـ20 يوم يعني يمنع المصلون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ويعني تمارس يعني حتى غير المسجد الأقصى المبارك في الضفة الغربية كان يقتل الفلسطينيون بالمئات وبلا سبب. يعني أنت تقول حماس في قطاع غزة، ماذا عن الضفة الغربية التي ليست فيها حماس؟ أنت تقتل الفلسطينيون بالجملة ومئات الفلسطينيين بالفعل قد استشهدوا. أعتقد أن هناك سيكون رادع وأن الاحتلال طبعا الاحتلال نعرف أنه مجرم ومدعوم من العالم كله، لكن أعتقد أن ثورته تهشمت بشكل كبير بعد هذه الحرب الوحشية وقد ارتدع إلى حد ما، وأنه سيرضخ رغما عن أنفه لتحقيق بعض المطالب الفلسطينية من رفع الحصار عن قطاع غزة، يعني التنبه أو التوجف من الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، رفع الحصار، إدخال المساعدات، ربما يمنح الفلسطينيين طبعا مجبرا بناء أو مطارا أو يفتح المعابر والمنافذ. فبالتالي أعتقد أن ما بعد الحرب سيكون أفضل مما قبلها على الصعيد الفلسطيني وحتى ربما على الصعيد الإقليمي. ولكن هنا يعني غزة وأهلها وحدهم وكذلك المقاومة هي من دفعت ثمن وفاتورة هذه الحرب في هذه 125 يوم التي شهدناها، ولكن ما بعد الحرب من سيدفع فاتورة البناء، الإعمار، البنى التحتية، المستشفيات والجرحى والمعاقين والذين فقدوا أطرافهم وغيرها من المشاكل؟ يعني لو كان لدينا عالم عادل لأجبر الاحتلال نفسه على دفع تكاليف هذه المباني وهذه الخسائر وهذه يعني الكوارث التي مارسها في قطاع غزة. ربما قرأت تقريرا قبل يومين يتحدث عن 70 سنة بحاجة إلى إعمار قطاع غزة، طبعا أعتقد أن الرقم مبالغ فيه، لكن منطقيا وعدلا يفترض أن من قام بهذا الإجرام هو الذي يكلف ب يعني إعمار وتسديد هذه الخسائر. لكن كما جرت العادة الولايات المتحدة توعز إلى بعض الدول الخليجية، طبعا هذا تحليلي، بأن ادفعوا بعض الأموال لإعمار قطاع غزة من أجل إسكات الناس، وبالتالي لا يفكروا في ربما انتفاضة أخرى أو في هجوم آخر أو ما إلى ذلك. لهذا السبب أعتقد أن الإعمار سيتم بأموال عربية وبعض المنح البسيطة الرمزية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحصة الأكبر ستكون أعتقد من ميزانية ومن خزانة الدول العربية، وسيخرج الاحتلال
من هذه الحرب سالما ولن يكلف بدفع أي تكاليف أو تعويضات لقاء المجازر التي ارتكبها في قطاع غزة. طيب أستاذ عبد السلام، بموازاة هذا الكلام، يعني ماذا عن الواقع في القدس والأقصى؟ هل تتوقعون أن يوافق الاحتلال على العودة إلى وضع الذي كان في عام 2002؟ أم يمكن القبول فعلياً بإيقاف توسيع المستوطنات على الأقل، على أقل تقدير؟ طبعاً يعني واقع المسجد الأقصى قبل اندلاع هذه الحرب كان واقع صعب جدا، شهدنا الاقتحامات، شهدنا الصلوات التلمودية، شهدنا حالات أو محاولات ذبح النذور أو ذبح الأكباش أو إدخال الصلوات التلمودية والسجود الملحمي وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة والكبيرة جدا الذي كانت تؤسس وتوحي بأن المسجد الأقصى تحول إلى معبد وتحول إلى هيكل من خلال هذه الصلوات، وبالتالي كانت الأمور في تصاعد وفي طريق خطيرة جدا جدا تجاه المسجد الأقصى. باعتقادي أن بعد هذه الحرب ستتغير الأمور بشكل كبير جدا، لأن الاحتلال أدرك وبات يدرك أن الحرب التي كان عنوانها طوفان الأقصى وكان عنوانها المسجد الأقصى لن يجرؤ بعد ذلك على مثل هذه الانتهاكات الكبيرة على المسجد الأقصى، لأنه يعلم أن المسجد الأقصى هنالك من يحميه، أن المسجد الأقصى هناك من ربما يشعل حربا من أجل هذا المسجد. وإذا ما عدنا إلى الانتفاضة الأقصى أو الانتفاضة السابقة عندما اقتحم شارون المسجد الأقصى حصلت انتفاضة كبيرة جدا، وأمام هذه الانتهاكات حصلت هذه الحرب التي عنوانها المسجد الأقصى. وبالتالي باعتقادي أن الاحتلال سيفكر ألف مرة في معاودة سياساته تجاه المسجد الأقصى وتجاه الاستيطان في المسجد الأقصى، لأنه إذا ما وجد من يقوم، ما وجد رادعا أمام هذه السياسات سيتوقف، أما عندما كان في الوقت الماضي لم يجد أي رادع ولم يجد من يوقف عن هذه السياسات ربما استمر في ذلك. باعتقادي في الأيام القادمة ستتغير السياسة تجاه المسجد الأقصى، وإن حاول الاحتلال أو يحاول من خلال الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريتش من يعني إطفاء يعني أحداث كثيرة وأحداث جديدة على المسجد الأقصى في محاولة منهم بأننا مستمرون في سياستنا وأن جبل هيكل بين قوسين كما يدعون هو تحت سلطة الاحتلال، إلا أن مثل هؤلاء سيتم الضغط عليهم سياسيا أو عسكريا بالتراجع عن مثل هذه الأفعال. إن شاء الله ستكون الأيام القادمة للمسجد الأقصى أفضل من ما مضى، وما بعد الحرب سيكون أفضل فيما يخص المسجد الأقصى والاستيطان. طيب مشاهدينا، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل مع حضراتكم هذه التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. أستاذ دياد، الأعداد، أعداد الضحايا والقتلى في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 27,000 والمصابين 67,000، هذا غير وعدا عن الذين هم تحت الأنقاض والمفقودين. أيضا وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تقول أن الاحتلال قتل فقط من الأطباء والكوادر العاملة في المجال الصحي والقطاع الصحي 340 من الأطباء والعاملين أيضا في القطاع الصحي، إضافة إلى أكثر من 110 من الصحفيين. هذه الأعداد متى ستجد من يرفض الاستمرار بقتلها، سواء كانوا مدنيين أو من القطاع الطبي أو من القطاع الإعلامي؟ يعني العالم كله يعني لا يجب أن يأخذ دوره في رفض هذه الجرائم. يعني ما 25,000 أو 27,000 إضافة، هذا المعلن، أما هنالك يعني بعض الضحايا تحت الأنقاض وهنالك المغيبين إضافة إلى القتلى بين الصحفيين والأطباء والبنى، يعني تدمير البنى التحتية. العالم كله
مطالب بأن يقف ضد هذه الجرائم. لو أن هنالك نظاما آخر ارتكب مثل هذه الجرائم في المنطقة العربية لكان العالم كله جيش الجيوش لكي يعني يقضي على هذه الحكومات، ولكن الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مدللا لدى هؤلاء الذين يدعون أنهم مع حقوق الإنسان، مع أن هذا النظام أو هذا الكيان يعني يرتكب أقسى المجازر بحق الإنسان ويهين حقوقه، يسكت العالم عن هذه الجرائم. إذن العالم كله مطالب بأن يقف، والأهم من ذلك كله أننا نحن العرب لا يعني تنازلنا عن حقنا، تنازلنا عن حقنا. أين هم الحكام العرب؟ أين هي المسؤولية العربية في وقف هذه المجازر؟ شكرا لك. نراهم لا ندري إلى أين ستصل الأعداد حتى تتحرك الشعوب العربية أو القيادات العربية لوقف هذا النزيف. شكرا لكم. أنا لا أتحدث عن الشعوب العربية، يعني القيادات والأنظمة العربية. أنا أعلم أن الشعب العربي فاقد لإرادته بسبب ممارساتي وظلمي وهؤلاء الحكام، ولكن أتكلم عن هؤلاء الحكام الذين يدعون أنهم مع القضية الفلسطينية ومع الحق العربي في كل مكان. أين هم؟ يعني شكرا لكم. وهذا السؤال ننتظر إجابته بعد كل هذه الأعداد. شكرا لكم، ونعتذر لانتهاء وقت التغطية. من لندن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ زياد المنجد، شكرا لكم على المداخلة والحضور. وكذلك من الضفة الغربية نشكر الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ إسلام حلايقة، ومن الضفة الغربية أيضا نشكر الصحفي والكاتب الفلسطيني الأستاذ عبد السلام عواد. والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة والتواصل. إلى اللقاء.